معنا مثل ما قلنا مشاهدينا نجمين في مواقع التواصل الاجتماعي، النجم يعقوب بشهري وابراهيم دشتي في الغناء. يا مرحبا فيكم. يا هلا نورتنا. حياكم الله، منورينا اكيد يعقوب بشهري وايضا ابراهيم دشتي. تسلم. نشكرك على البدايه الجميله قبل شوي. والله هو برد يعني ثلجين بس الحمد لله اهم شيء تستانسون. يعطيك العافيه على البست وبرد. يا احنا عندي فروه راح اجيبها بسياره. يعطيك العافيه على البروفات الجميله اللي سويتها، احنا استمتعنا ترى قبل الهواء. بالبروفات يعني كان الجو حلو. الله مو قلت لك بيوهقنا يا يعقوب. لا لا اموري طيبه امور طيبه ان شاء الله. يعقوب دائما انت بالسناب ما شاء الله مبدع ومنطلق، تقول بالكاميرات شوي عندي تحفظ او يعني ما ادري. السياره بروحي ما عندي احد يطالعني، ما ادري من قاعد يشوفني، فكذا اخذ راحتي. المشاهدات عندك بالسناب ما اشوفهم، ما اشوف من قاعد يشوفني. زين الحين بتشوف ما حد يشوف، ما حد قاعد اشوفه هنا، قاعد اشوفه هنا، قاعد اشوفه. بس تعودت. اي لا يعني خلاص يعني سويت كذا لقاء اعتقد تعرف تتعامل مع الكاميرا. شوفي يعني اكون معك صريح، مهما ما تطلع الكاميرا لها رهبه، لها رهبه، الهوى لها رهبه. يعني بالنسبه لك ابراهيم الكاميرا لها رهبه من ستار اكاديمي 2009 عاشت معاك الكاميرا، وايد لقاءات طلعنا فيعني بس ستيل يعني في رهبه اكيد طبعا فيها من البدايه. انا اغني فوق البرد متوتر خايف من زمان ما طلعت على الهواء. احنا قاعد نحطكم تحت ظروف صعبه علشان نختبركم. عشان احنا نسيطر على اللقاء احنا. ابراهيم يعني ما شاء الله انت نجم في مجال الغناء، يعقوب بوشهري نجم في مواقع التواصل الاجتماعي، محبته عند الناس كلها بالكويت وبرا الكويت. صحيح. صداقتكم وين كانت؟ شلون عرفتوا بعض؟ لا ابراهيم صديق ديوانيه. أيوة. من زمان. اي يعني في صديق ديوانيه وصديق عائله وصديق تعرفنا على بعض ديوانيه. بعدين اقول لك ما يعقوب ترى يعني الناس بس تشوفه بالسناب يعني انا من زمان يعني ترى لما حد يمدحك شيء رافجنا ناس وايد بس يعقوب من الناس اللي ونعم فيهم يعني مالك زود ريال راعي فزعه هذا اهم شيء برفيجك باجي كله قطه بحر بس يكون راعي فزعه حلو يعني ما ادري احس انك يعقوب وابراهيم كل واحد يمدح الثاني. يعقوب دائما انت ما تحس انك اذيت متابعينك بالدعايات؟ دعايات؟ اي صدق لا اعلان وكذي ما عندي. وين؟ ما في؟ العضله وين؟ لا تعال انت تشوفني انت. لا والله لا شوف الدعايه والاعلان انت لابد انه تضيفها في السناب شات. يعني انا الحين قاعد اقدم لهم ماده، قاعد اقدم لهم سالفه، قاعد اسولف وياهم، قاعد ويا ناس. ترى مو غلط لما انا احط لهم اعلان عن منتج فعلا انا اشوفه زين. يعني انت ممكن في شغلات وايد ما تشوفها، وانا كذلك وايد شغلات ما اشوفها ولا اعرفها، فليش ما انا اقدمها حق متابعيني؟ من انا احبهم اقول لهم ترى هذا الشيء زين، اذا الشيء مو زين ما راح اقدمه لك. يعني لا اربط اسمي بشيء يضرني، هذا يعني هذه قاعدتي انا، ما اربط اسمي بشيء، مستحيل ان اربط اسمي بشيء يضرني، مستحيل. وبالنسبه لك ابراهيم يعني هل تحس ان النجم لازم يكون في مواقع التواصل الاجتماعي متواجد علشان يحقق نجوميه اكبر مثلا؟ شوفي السوشيال ميديا الظاهره اللي طلعت اللي يعني هذا تخصصهم انهم يكونون متواجدين. يعني يعقوب اذا تم الحين مثلا خلينا نقول 14 ما نزل سناب نصح الدوره بعيب في مشكله يومين بالضبط. احنا لا احنا ك يعني انا اقصد يعني وجهه نظري كمغني لازم ما اكون 24 ساعه طالع بالسناب او باللايف انستغرام. الحين في بالاسبوع مره تطلع تغني الحفلات غير يعني انا احس المغني الناس توله عليه تشوفه على المسرح. حلو. ويعقوب يقولون عليه كل يوم يشوفونه بالسناب يعني يقعد من نوم سناب. ابراهيم ما اختلفوا على اثنين يعني انا اعتبر الحين يعني دوره خلصت الحين متفقين. حلو يعقوب بشهري. يعقوب بشهري حقيقه ليس تزلفا، احييك على دور الوطن اللي فيك دائما توصل رسائل ايجابيه عند دولتنا الحبيبه الكويت. حتى اليوم صعدت فوق مبنى مركز جابر الثقافي وايضا سويت مسابقه وطنيه كويتيه من خلال يعني شباب يقدمون تصوير حتى داخل الكويت وخارج الكويت، لكنك ركزت على الدور الوطني. صحيح. شلون طرت ببالك هالفكره هذه؟ والله شوف هذا واجب وطني علينا كلنا، علي وعليك وعلى كل مواطن كويتي. صح. يعني هذه الكويت ما نختلف فيها ولا 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 يعني ماكو شيء يساومها عندنا نهائيا. فالواجب الوطني ترى يعني احنا نبثه الشباب حق يعني انا لما شفت تاثيري على جيل صغير فحبيت ان انا اوريهم اللي اعطونا اياه ابائنا واجدادنا، علمونا ان احنا نحب الكويت. ما نحب ايش قاعد يصير، ما نحب ايش قاعد يختلفون فيه. نحب الكويت. شنو ما صار فيها؟ التم الكويت غالي علينا. واكيد غالي عليكم كلكم. اكيد بلا شك. تدري من اللي فاز بهالمسابقه وياك؟ والله ما اذكر اساميهم انا. خلينا نشوف.
مع سعود. طبعا اللي فازوا ربعنا في فقرة في ليالي الكويت اسمها وين في. انا استانس وايد عليهم ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم، في وايد منهم سووا واجتهدوا، بس طبعا خبرتي انا مالي خبرة في التصوير، فنقيتهم كذي يعني حطيت مجموعة وطلعوا معي، فعلا يستاهلون روحهم يعني. روحهم مميزة والله، هم ويا الشباب الباجي كلهم اللي شاركوا، في بنات فازوا، في شباب في برا الكويت، عندنا من الاردن، عندنا شباب طلبه كويتيين في امريكا فازوا. انا كنت جدا سعيد في الشيء هذا، يعني وايد وايد. يمكن نتطرق حق ان انت دفعت الجائزه من جيبك صح؟ شوفي انا غرت. غرت من منو؟ غرت من الدول اليمنى. فالكويت غالي علي، لما احد ينافسني انا اعتبر نفسي الكويت، فلما احد ينافسني احس انه ينافس الكويت. فلما طلعت برا كنت اسافر يعني يقولون تعالوا مثلا ابو خالد تعال عندنا غطى الفعاليه الفلانيه بالدوله، اروح دوله معينه، دول الخليج غاليين علينا أكيد. نغطي عليه، نغطي لهم فعالياتهم، ارجع الكويت تحوشني شيء، ليش ما عندنا؟ كيفهم ما يبون يسوون؟ انا اسوي، لان اذا فكرت انا اسوي وابراهيم يسوي وحصه تسوي واسم يسوي، كل واحد فينا يسوي راح نسوي وايد حق الكويت. فاحنا ما ننطر احد يقدم لنا شيء. الكويت تستاهل. انا غرت عقب الحلقه بسوي شيء. تسوي شيء؟ اغنيه وطنيه نبي. اغنيه وطنيه ونزل. شكلها طابخها هو من زمان. لا لا تو وننزل التوزيع باليوتيوب واللي غنيها حلو نعطيه جائزه. والله شوف انا انت شاطره بهالموضوع، عارف اغني. انت جربناها تسوي بالضبط، ايش رايك؟ واسمعني بساعه. انا قلت لك لا تغني عشان لا يحطون. في فيديو انا كل ما اتذكرها، كل ما ودي اغني اتذكرها، لي اطلع اقول لا لا لا. فابراهيم يوم ذهب لي اغنيه اسمها الله الله يا جمالتنا. الله الله حافظها. لا لا بس خلاص خلاص. ابراهيم دائما الحين قاعد نشوف كثير من المطربين يتجهون حق الغناء بالاعراس. يعني يحسون ان هذا مربح اكثر. ايش رايك؟ واخروا عن انه ينزلون البومات وهالسوالف. لا شوفي، هو الاعراس دخل حلو بالنسبه حق الفنان. وهم غير كذي، انا من بلشت اغني عراس بلشت انا انضج فنيا، يعني حتى ادائي قام يتغير، قمت اصير جريء زياده. فالعراس شيء يعني اللي دش سكه عراس، يعني انا كان بالنسبه لي قبل لا ادش عراس، مو عشان دشيت، ان اللي دش سكه عراس هذا يعني يعتبر انه فنان خلاص، انه يستاهل، وفنان صار له جمهور حلو. وحلو انك تشارك الناس بفرحتهم يعني بهالمناسبه هذه. انا والله عندي الاعراس يعني لها جو خاص غير الحفلات. تحس انها احلى. اي شلون بشرب شنو احلى؟ يعني لما تخلص عرس مثلا، في عرس مره جتني ام العروس، جتني ورا الكواليس عند الفرقه، كانت تبكي مشكور يعطيك العافيه. هذه الاشياء ما اقدر اسويها او ما تقدر تشوفها بالحفلات الكبيره مثلا، انه خلاص تطلع من ورا الستيج وما حد يوصل لك. بالعرس غير، الكل يجيك يقول لك الكومنت الحلو ويقول لك كل شيء صار حلو بالعرس يعطيك العافيه. فهذا شيء. احنا ابراهيم نبيك تريح اليوم او الليله، نبي يعقوب يغني. انا مجهز له الاغنيه على قولك. ان شاء الله جاهزين. فرقه جاهزين. نحط لك هذا. انا ترى مينوس. نحط لك هذه بعد. اللي هذه اللي قلت عنها. لا جهزتها متركب ترى. طبعا هي ان شاء الله ما يقصر ويانا الليله. جمهورنا في ليالي الكويت متعطش يسمع اغنيه. اغنيه. ترى ملك المواويل يعقوب. صدق؟ لا ويباب. انا قايل اللي يغني في هالحلقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن رب العالمين ان شاء الله. بس يقول دفايه وايد برد. شلون على فكره بس بقول شيء، ان ابراهيم دشتي لما قلنا له انه يعقوب ويانا في الحلقه اصر انه يكون موجود. تدرين احنا بدوانيه واحده ما قال لي؟ ترى قلت شيء يعني مسج انه تطلع ويا الفنان ابراهيم. قلت اي ونعم. عشان اسئله قلت له انت عندك خبر؟ يقول لي اي والله قالوا لي. يعني لان السيزون اللي طاف طلعت في البرنامج وكانت الفكره وايد حلوه، فقلت هالمره اول ما كلموني قلت لهم انا معاي. فكانوا للحين ما ندري، بس قالوا لي يعقوب. قلت يا يعقوب خلاص. شو انا قلت مع بعض انا اليوم وايد يعني مستانس ومرتاح انه طالع مع اخوي رفيجي. حبيبي حاسس نفسي للحين كنا يعني بدوانيه. لا بس يعجبونا احنا متعطشين. ابراهيم سمع ولا تحرم جمهورنا. اشرب ماي. يعقوب مره كنت بسفره انت وابراهيم، اعتقد في تايلاند، كنتم مسوين برنامج دايت. زين قول جنيف. لا تايلاند اي شيء اعتقد تايلاند. كنا تايلاند. اي ما كنت ملتزم ويا الشباب. برنامج اسمه
ديتوكس كنا ما ادري إيه هذا اللي يشربون بس العصير وهذا عصير زرع وما ينشرب فما قدرت يعني قعدت يوم كنت تقول ما اقدر اشربه ولا كنت انحاش منه لا طلبت بيتزا دقيت تليفون وهذا ما قدرت اسوي برنامج يعني رياضي طول اليوم والناس شقاله ما احتاج يعني انا انسان فت عرفت شي نسمع الاغنيه وعندي سؤال لك صعب يلا لك المايك ابراهيم ها شو انت بغني لك طالعني بس اوكي يوزع لي يعطيك العافية أكيد دائما رائع فناننا الجميل إبراهيم دشتي ويعقوب يخزني ما أدري ليش أنا وايد مستانس إنه فيجي ترى شو أنا ترى شوف المشهور فيجي يعني يكون شيء زين أنا وايد مستانس إيش أقول لكم عشان رائع فاز على شفته شون حق منو تهدي الأغنية شنو هي والله أشتكي بيت الغرام حاكم لا حقك عشان دعايات يلا لا يمكن نقول سمعنا من قريب انك تبي تتزوج والله قاعد ادور اي والله ليش لا يعقوب بوشيري يعني يعقوب بوشيري يدور ايوه وين هو اللي يقول ساتور عند البيت مسكينه والله قاعد ادور ليش لا قريب ان شاء الله ان شاء الله باذن رب العالمين لا يعني ما في شيء ماكو احد لو يصير يخطبونك كان شفت الساتول تأيد الزواج عن حب ولا 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 يمكن نطرح حق نقطة مهمة بصراحة أنا ودي أسألها من زمان من أين لك هذا؟ شنو هو؟ يعني ساعات سيائير يمكن يمكن إحنا كلنا نسوي إعلانات يمكن يعني فنعرف الليمت مال الإعلان زين سيستم معين يعني في مبلغ معين بس أنا أحس إنه شوية ال شو مبالغ في المبلغ يعني سيارة بمية وفوق والساعات ما شاء الله شيء يقول لي الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن لا خليك أنت اشتغلت بالإعلانات إيه ومن زمان أوكي هل تشوفين الإعلانات تقدم لك الشيء اللي أنا قاعد أسويه لا يعني أقول الصدق لا أنا صريحة لا الإعلانات ما تسوي هالشيء ما تسوي هالشيء لا صح ما اختلف معك يعني اوكي تمام اي انا اقول لك انا عندي وايد شغل ما قاعد اعلن عنه يعني انا عندي ابلكيشن عقاري عندي شركه عقاريه شفت عندك مصبغه من قول مصبغه دخل عندي مصبغه ما شاء الله زين عندي مصبغه عندي صالون رجالي عندي يعني في شغلات انا ما يعني ما له داعي اقول ان انا عندي كذي انا عندي كذي لان في ناس تضايق وفي ناس يمكن تقول ليش قاعد يقول وبعدين شغلنا في العقار يعني بس كل هذه اعمال تجاريه ليش ما تعلن انت عنها؟ يعني ليش يعني ما تقول مصبغه بقول له هاي المصبغه يعني انت تسوق حق مصبغه يعني انت تسوق حق شو اقول مصبغه يعني عقار شو اقول هذه الارض غير عن رفيجه هذه الارض تقعد فيها تحس ان روحك لا يعني عقار يعني يعني شنو بقول؟ وبعدين احنا عندنا ابلكيشن مال شاليهات واللي هو اداره املاك الغير وناجر شاليهات وتقريبا عندنا 56 شاليه وعندنا منتجعات فاني هذا شغلات انا قاعد اعلن عنها طبعا شركه توب لوكيشن حلوه الدعايه شكرا بابو زين وانا اسوي عطر اي صح زين ما شفنا عطر ممتاز نطر ما شفناه الحين انا المك راح تسوي زين لا موجود انا جايبه ها اوكي اي راح احطه الحين اقول خلي التوصيل 013 زين ايش معنى يعني خذيت مجال العطور والله شوفي انا ما اخذت مجال العطور مني وطريق انا سويت لي دعوه شركه مالت عطورات اني اقدم لهم اعلان في دبي فرحت دبي قعدت شيء اسمه اوسكار العطور كل شركات العالم اجتمعوا يعني قاعدين يطلعون شنو افضل عطور وناس يعني لهم باع طويل في العطور فقعدت استانست على شخص شيء استانست عليه كان اقول له شنو انا ودي اسوي عطر فدلاني طريق ومع شركة بالكويت ساعدتني اللي هي عادة أقول اسمها قول عادة إيه أطياب الشيخ فأخوي أبو صعب قال لي وخالد إيش رأيك أساعدك قلت له زين دلني الدر وبالعكس وفعلا وأنت كنت رحت بنفسك سويت الخلطة وشي بروحك مو هي مطبخة هي مطبخة أنا يعني نقيت العطور فقلت له أبي العطر مع هالعطر وظيف عليه نسأل إبراهيم مو عشان رفيجك شلون العطر جبار ما جربت شوف احنا يعني انا لما اسوي شيء لازم اقول له والشباب ناخذ راي بعض فاذكر مره دش وقال لنا بشممكم عطر بنزله قلنا له حلو وصدق كان حلو يعني مو مجامله لان رفيجنا ما كنا نبي يسوي شيء ونقص عليه مو صالحه ففعلا كان حلو ونزل يعني اتوقع انتم شفتوا الناس شريت وناس استانست حتى عندي بالسناب في ناس كاتبين
مصورين فيديو تبي عطر ابو خالد لا خليها جمله خليها جمله دعايه ترى شفت فيديو عندي بالسناب تبي تدفى بالشتاء رش عطر ابو خالد صح سوى صح مع موسيقى تبي لا تبي تطلع ما له شغل زين يعقوب مثل ما قلت قبل شوي ان لك دور وطني احييك عليه الله يسلمك انت الوحيد او بعد الحادثه اللي صارت في مركز جابر الثقافي دار الاوبرا انت الوحيد اللي صعدت فوق السطح وبينت للناس انه ماكو شيء والله شوف انا اليوم لما رحت مركز ثقافي ف يعني دشيت شفت قلت لهم وين صارت الحريجه يعني انا شفت دخان تلكم شفت دخان دخان صحيح فتوقعت انه من تلف المكان وضاق خلقنا الصراحه يعني هذا شيء يعني شيء مال الكويت مو مال احد ولا باسمه يعني هذا تصوير فرحانين فيه يعني اي يعني انا واحد من الناس وايد سعيد بهالشيء فركبت الونش وصعدت لي فوق بس عشان اطمن اهل الكويت اللي هم انا اول شيء قلت اطمن والدتي لان امي ما تتخيل بالبيت ايش قد ضاق خلقها فقلت لها لا يا يما انا راح اروح اذا انت ضايق خلقك انا واثق ان امهات الكويت كلهم زعلانين فنروح نوريهم واتوقع اطمنوا ما في شيء المبنى يعني مصمم انه يعني بعد فضل رب العالمين انه ما يحترق الحمد لله فاللي احترق شيء عازل وعازل سوى دخان الحين لما اشيب لك تاير سياره راح تشوف دخانه وين صح هذه توخر العين توخر العين ما ننسى جهود رجال الاطفال صحيح. يعني شباب ضحوا بروحهم وصعدوا فوق وقطوا روحهم يعني شيء دشوا بالنار وقفوا فوق ترى مسافه فوق 20 متر وماكو شيء امان يعني لو تطيح ابراهيم ممكن تسويها تصعد فوق؟ والله عشان الكويت يسويها انا واحد والله اسويها بالعكس يعني لان احنا الحين مهرجان فبراير والناس صح. حفلات ففي ناس حاجزه وتبي تروح تبي تحضر حتى حق بعدين ما في ولا شيء ما في شيء يعني ولا شيء في مسرحيه باكر بعد مسرحيه كات. موجوده باكر طبعا هاي المسرحيه لو تدرين انت كم كونتينر جايبين 50 كونتينر ما شاء الله ما شاء الله بس اساس يجيبون مسرحيه عالميه الاكسسوارز اللي داخل شيء يعني احنا اكيد بنكمل وياكم سهرتنا ولكن خلينا نشوف هالاعلان هذا حق كاتس ونرجع مره ثانيه مشاهدينا يمكن اول نقطه احب اقولها قاعد اشوف دائما سنجل من ابراهيم بالفتره الاخيره وين البوم الالبوم لما يسالوني هالسؤال تحوشني تحوشك ابي اعرف شعور يحوشني شعور غريب يعني اذا خلقك هل إيه يعني واحد استانس ولا شيء لا يعني يضيق خلقي واستانس اني اتشجع اسوي طبعا احنا في ظل الحين شوفي قبل كم سنه قبل سنتين ثلاث ما راح استحي اقولها كان الدعم معدوم عندنا صحيح كان دعم معدوم بشكل لا يوصف وين ما تروح كانوا يقصون علينا الدعم موجود شنو تبي اسوي لك هذا كلام كان فاضي الحين هالثلاث سنين اللي طافوا شركات الانتاج شركات اشخاص انا اقصد في ناس ما كانت تقصر لكن كنا نبي الشيء اللي ساعدنا احنا نبي نطلع برا الكويت احنا شباب نغني بالكويت احنا متاكدين ان اذا رحنا حفله معينه مثلون الكويت الناس بتي وبتحجز وبنغني والناس حافظه اغانينا زي احنا نبي ننتشر برا الكويت مثل ما احنا قاعدني بشباب من برا الكويت زين احنا بعدنا بنروح برا الكويت فهذه كانت رساله احنا كنا نبي نوجهها حق الناس احنا ما يعني انا دائما اتكلم بصيغه الجمع اقول احنا لان الشباب بعد اللي معاي ما يقصرون قاعدين ينتجون من جيبهم قاعد يسوون سنجل قاعد نشوفه 4 سنين يتم موجود وفي سناقل قاعد تصير تدش علينا من برا حزتها حزت سوق شهر وتمشي فالسنجل كل ما اتعب عليه انا زياده كل ما يتم فتره طويله انا الحمد لله ما عندي سنجل النسى الحمد لله يعني فضل الله بس الالبوم نحتاجه طبعا لكن ما في شركات اللي هي تسوي انتم تعرفين يعني الالبوم يبي له فتره ويبي له مبلغ كبير يعني يبي له نتاجك الخاص اي فانا ان شاء الله يعني قاعد شوي قاعد اختار يعني راح اسوي ميني البوم ميني يعني البوم انا يعني قايل هسه 2017 ما طوف الا انا مسوي ميني البوم ان شاء الله فان شاء الله يعني ان شاء الله خير ما شاء الله يعني انا قاعد الاحظ شباب ربعك قاعد يساعدونك بالدعم مثلا بالانتشار بالتسويق والله مو دعم كثر ما هو اعجاب انا ترى ابراهيم احب صوته ما في صوته مميز ابراهيم لما يغني كذي يطربني يونسني شنو اكثر اغنيه تحبها انا والله انا احب مواله يعرفه علاوي كله يقول لي يغني لما يغني هذا يعني احس ابراهيم يغني يعني
يعقوب سمعنا شويه يعقوب ما قصر يعقوب في ولا شيء انا سويته يعني دائما يحط اغاني وهذا يعني هذا العشان فيهم ربعنا طبعا سهلو. بس هم نقول نبي الانتشار الخارجي احنا نبي نطلع برا الكويت احنا نحط اغانيك مو كدعم احنا كمحبه لك والاعمالك اللي تقدمها يعني حتى صوتك ما شاء الله انت مميز احنا عرفنا صوتك قبل ما نعرف منو ابراهيم صراحه وهذا شيء جميل ويحسب لك لكن عندي سؤال ابراهيم تفضل انت ما شاء الله نجحت في مجال الغناء ورحت للتمثيل وبعدين قدمت برامج لا برنامج ما ادري ايش اقول السؤال لك انت لا هو شوف انا اسال يعني انت الحين ابيك عادي سؤالك سؤالك انت عارف ان احنا في بالكويت عندنا نقول صاحب بالين كذاب طبعاً صريح يعني فانت اتجهت لكذا مكان بس ممكن تقول لنا وين ابراهيم يلقى نفسه يعني وين لقيت نفسك يا سلام يعني انا لا تصلح والله مذيع تصلح مذيع لا تقاطعني لو سمحت مادحتك انا صدق تفضل كمل لا شوف انا في البدايه هذا السؤال اللي يجيني دائما اول ما طلعت من ستار اكاديمي ما كان يعني ما كنت ادري ايش السالفه يعني طلعت بس انا ادري اني مغني فكانت تجي العروض من كل مكان تمثيل تقديم برنامج مقدمه برنامج بس انا ما كنت ادري يعني شنو بسوي فلما يجيك عرض انك راح تغني مقدمه برنامج فاستانس لان من وانا صغير ابي اغني مقدمه برنامج يكون واحد يقول راح اعطيك يعني. راح اعطيك برنامج تقدمه حقك خاص انت النجم فيه سووا لي هذه سويت كذا شغله فعلا لكن الحين يعني انا بس اغني براين دشتي حال مناير يعني مثلتي كنت ضيف شرف في البرنامج نانا ابراهيم دشتي وزوجه عبد الله ابو شهري معجبه فيني وصورت معاي وهو خلاها ومشى وكان يعني كان مشهد صغير حاطينك المشهد مذهبينك فكان مشهد صغير يعني ومثلت مسلسل اللي هو قابل الكسر ممكن تعيد التجربه كبطوله مثلا والله يعتمد على اشياء معينه يعني الواحد يعني حتى مثلا لو يعقوب يقولوا له تمثل مثلا ويحطوا له اشياء معينه كتمثيل وشيء خاص في يعقوب بشيري ما اعتقد راح يقول لا راح اقول لا صدقني قول لي ليش انا يعقوب ابو خالد اي فانت يمكن لما تشوفني انا اقدم لك عمل مثلا ابو خالد زين مره ثانيه ايش بقدم لك ابو خالد لو سووا لك خماسيه انت ابو خالد فيها شخصيتك في ممثل مصري كنا نعرفه مثل تو افلام اخيره شخصيه واحده اللي كذا سيزن نجح بالاولى نجح بالثانيه بعدين خلاص انت رافض التمثيل لا انا مو رافض بس مو مجالي يعني حالات كل شخص يتميز بشيء يعني انا مو مجالي اني انا اقدم برامج يعني يمكن واحد يقول انا اشوف فيك ان انت تقدر تقدم بس انا احس نفسي ما اقدر يعني انت وناس متعلقين ناس عارفين هالشغله سنين فيها الطريق يعني باعكم طويل فيه لكن انا ما يصير بيوم وليله اقول لك والله انا افقه بكل شيء بس انت اكيد راح تبدع بالخيل مثلا بالخيل ايه؟ شوف انا الخيل ترى احبه ومصاب فيه شنو ايش عشان كذا اقول لك شنو سر عشقك للخيل شوف انا يعني عشقي للخيل الخيل هذا هم بالين كل شيء يعني كل شيء جميل جدا منو بالين الحين منو بالين قول لي بالتمثيل نجحت ولا بالغناء لا انا تجربتي بالتمثيل كانت حلوه فاشي شلون نحشت السؤال وانا تاكدت اني نجحت غير من كلام الناس ان انطلبت في مسلسلات ثانيه بس انا ابي اغني يا اخي ابي اغني انا ابي اغني لا مو عن ما يعد لا لازم تعرف شلون تعامل معه يرفس ما يعض يرفس لا شوف الخيل انا اول شيء كنت ادرس في مصر وقبلها وانا صغير كنا نروح القاهره وكذي فكنت احب اركب الخيل بالاهرامات فبالهرم تركب خيل وتستانس وهذا بعدين طورت المرحله قمت اركب خيل بالكويت لين حاجني ديسك فودي اركب خيل فواحد من ربع يعني عندهم مربط كان يقول لي تعال شوف الخيل كان يركض قدامي خيل ما افهم بس اشوفه لونه ابيض حلو لونه اسود حلو هذا لونه مو حلو بس قام يشرح لي شنو جمال الخيل ففعلا قمت اشوفه يعني تشوف جماله رفعت الشليل يعني وايد هذا صح ولا غلط ما ادري اليخاندرو كان عجيب صح؟ اليخاندرو هذا يعني شيء انا ما شفته ولا راح يتكرر هذا خذ
بطل أبطال العالم. يعني بطل أبطال العالم ما في فوقه درجة. كان مغرور شوية صح؟ هو في غرور شموخ. وفي شموخ وفي في في كبرياء وشيء يعني هذا ما يصير لك ال... كم 100 سنة يطلع لك نفس الشيء. خير كذي واحد. إيه يعني قبله كان في مروان الشقب. عقبه الحين. تابعهم يعني تعرف تطورهم. إيه والله يعني. إيه طبعًا أليخاندرو هو ولد مروان الشقب. فشوفه بس بعد كم سنة طلع. يعني ما يطلع عادي الانتاج يعني مو حفيده يمكن لا لا لا, لا ولده ولده اوكي ولده دايركت بس يطلع الانتاج مو الحين دايركت يطلع يعني مو هالسنه عادي يطلع بعد مثلا بعد 10 سنين بعد 15 سنه يطلع لك شيء مثلا خليفه على قولتهم حق الشيء فشيء وايد حلو فعلا انت تشوفينه راح تنبهرين لو ما تعرفين بالخيل رفيجي توني ادري انه شيء يفهم بالخيل وايد اي والله حتى انا يعني توني ما نقايش مع خلاص سكر الموضوع سكر الموضوع لانه راح ياكل نسمع شيء عيل نسمع شيء شنو تمام يلا خلنا نجيز نسمع فرس ما تلتفت حتى سؤال صغير ابراهيم حلوه لا لا بي لك بي عندك الحين قول فالت بدك تغني انا اغني الحين راح اكسر الدنيا والله يلا ابراهيم تعال عندي عندي سؤال عندي بعد اغنيه عندي سؤال صعب لك شفت هي لما يغني جيب روحها يدخلك شيء ها طبقات شلون يصعد ما شاء الله ما سمعت يعني ترى نفس طبقات صوتي مساعتنا بالضبط توج اللي انا كنت منحاش احنا الحين ودنا نسالكم سؤال يعني ما شاء الله متميزين وش يكون صدم لا لا ما شاء الله متميزين متألقين بس احنا ما سمعنا سمعنا ان حصه صوتها حلو ايه وكانت دارسه في دراسه مالت الاوبرا افتكر اي شيء صحيح هذا اي كان يا ابراهيم تذكر ما يخالف تسمي لنا مقطع يعني من يعني شلون طريقتي لا 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 بس هذه ما اعرفها لا لا تستاهل وصل اغاني تستاهل يعطيك العافيه يلا هو يا نبي حصه ما تبي نسمع عشان احط تحط لي هذا كذي راح تحرج ابراهيم تذكر يوم كنا اخذنا الكورس مع بعض يلا سمعنا ترى ما صدقني هو راح تحرجين اماني الحجه كذي تقول انا دربتها الحين مستحيل ما طلع منها شيء ما راح تسمعين لنا شيء لا اكيد لا حايشني برد اكثر من برد ينسون يعني تغني اي اعطينا السؤال وارد السؤال صعب سمعنا انا انا شوفي انا مشكله المايك اخاف ما يتحمل صوتي بس عشان بس شويه ان شاء الله تفضل زين سمعنا الله الله لا لا هو انا اشوفه وخالد وخالد صوته مو حلو بس يؤدي اداء ايش اسمه اداء يعني مثلا لما نكون قاعدين كذي يقول يلا ابراهيم قول اذا يعني اذا تحمس انا مو الهنانة ما اقدر ابو خالد يزعل علي صدق راح يزعل يقول حق عياله انا الدنيا من الولا محتاجك ابي ابراهيم لا بس إيه يمكن في سؤال صح في سؤالين يلا عن قلبي أمري يعني قاعد أشوف يمكن قاعد أطالع إنستغرام قاعد أشوف الذكريات اللي ورا وكذي حلو كله مصور مع شخصيات مهمة المهم للمهمين إيه بس يعني معقولة حتى من قبل يعني حتى من يوم كنت يعني قبل السوشيال ميديا إيه أنا طبعي اجتماعي زين وأحب كل الناس عندي كل الناس نفس الشيء كلهم ما عندي تفريقة نهائيا ولا أحب التفريقة واحترم الكبير والصغير ف يعني شان 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 تشي تشي يعني هو مكتير أقول عنك يعني هالمصادفة مثلا صدفة صادفة جمعية لا هو لأن يعقوب شخصية محبوبة بسرعة يدش القلب أنا أول يوم شفته أول يوم تلاقينا صرنا ربع فعشان كذي قال لك اضيفك وهذا شيء صراحه عادي اصور معك انا كنت مجالي كان كنت اشتغل في قبل وزاره الدفاع وطلعت بنك الخليج عقبها صرت بروكر في البورصه فلما كنت بروكر كنت اتعامل مع ناس اكبر مني بالسن وناس يعني تدرين حالات تمر عليك اي فبعدين اتجهت الى مجال اللي هو بالعقار اللي هو بروكر بالعقار اللي هي دلاله العقار فدلاله العقار انت ما تتعامل مع ناس صغار في السن يعني مستحيل اتعامل مع واحد عمره 24 سنه 25 سنه صحيح. ناس كبار شياب فكنت اتعرف على المعارف يعني فكنت اكسبهم لعمل وبعدين زادت علاقتي فيهم بالكويت وبرا الكويت صح
يعني من الشخصيات اللي التقيت فيهم يعقوب الشهري، يعني على مستوى حتى الحكام، يعني حاكم إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، نوجه له تحية أكيد. يعني هذا كله من محبة الناس صدفة؟ اللي وصلتك هذه لا دعوة، هذه بدعوة وفي الفيديو الصورة اللي حطيتها بساعة كنت أنا بالهرج في فيديو، ما أدري إذا شيء قال عندكم ولا إن هذا من سابقة الخيل. أي. فاز قلبنا ما شاف في الحياة. ف يعني هذول الناس يعني معرفتهم أكيد. أكيد. احنا أكيد. بنكمل أكيد ليلتنا، لكن بسألكم سؤال إبراهيم، شلون في السينما؟ شلون عفوا؟ السينما تابع أفلام شيء ولا؟ إيه بس أنا مقاطعة سينما الكويت. ليش أفا؟ لا أنا شوف سينما ما أروح، أفلام عندي بالبيت تنزل على طول. حلو. يعني اتابع بس مو انا يعني افلام رعب يوميا، اذا ما يمر علي يوم لازم رعب، اذا ما طالع فيلم رعب يوميا ما اقدر. جو يصرخ فجاه شوف ترى توني ادري انك تتعب افلام. اي بس انا شنو صار لي فتره ما رحت سينما يعني. حتى شنو تابع افلام في السينما؟ انا عادي الفيلم لو يطلع من النص لاقي ساكت اسكت شيء طالعه دش عادي اكمل ادش هو حتى طالع رعب لا لما يشد اعصابي وانا ريال احب الريلاكس. عندنا فقره سينما الخميس مع زميلنا بدر الخميس. عاش ابراهيم عاش، يعطيك الف عافيه. احلى اغنيه ها مخرجنا مستانس. اي بس مخرجنا عيل خاص سامريه خاص يمكن الله بعرف شنو وظيفه. انا مشكله لما اسمع شيء يعلق معي انا اصير بعيد طول اليوم، فطول يعني اليوم رحت البنك قاعد اسوي معامله واقف عند الرياض قاعد اسوي شو والله اقول الله شو يقول نعم لا لما يعلق معي شيء يعلق على طول. زين شنو سالفه كورجوبيل؟ بيت يدي شنو قصه جبل كورجوبيل؟ شوفي انا عشان انا طول عمري واضح ولا احب اتصنع ولا احب اقول شيء، انا انسان بنيت نفسي بنفسي الحمد لله. يعني انا قلت لك كان راتبي جدا بسيط يصفى لي منه 150 دينار، فبنيت نفسي واشتغلت وسويت نفسي والحمد لله رب العالمين رزقني ودشيت بالاعلانات، والاعلانات وايد فتحت لي طريق. يعني بس انت قبل الاعلانات كنت تسافر بطياره خاصه 80% من اشتغلت الحمد لله، فما احب اخلي شيء بخاطري. يعني انا توني 25 سنه. هلا 25 سنه؟ 25 سنه لا لا عمرك 25؟ 34 سنه وعزوبي مرتاح فاسوي كل اللي بخاطري. فهذه كرجفيل انا ما شفتها الا اروح لها، عندي واحد من ربعي يسوي سكي وهذا انا ما اعرف ايش كان وين السكي وين. هي بين فرنسا وسويسرا بين فرنسا طالع ها شلون سوى سكي؟ اي سوى سكي يورونا طالع ملابس الحين انا رايح لهم هالسنه بتروح كرجبيل وبطلع اسرار كرجبيل. شنو في هناك؟ شنو بس ثلج؟ ما اتوقع وايد من السعوديه يروحون هناك يسوون سكي. والله شوف هي دول المملكه العربيه السعوديه وايد. انت عندك خبر ان بطل السكي هناك كويتي؟ يعني انا ما ابي اغلط اسمه بس كويتي سوى سكي كرجبيل. اوه بطل السكي هناك ترى احنا عندنا وايد طاقات شبابيه وايد بشار النادي يعني بكل رياضه يعني متفوقين، وان شاء الله الله يرد الرياضه وتشوفونهم ان شاء الله قدام ان شاء الله نستضيفه بعد اسبوعين ان شاء الله يستاهل اكيد يستاهل. احنا سعيدين الليله بتواجدكم، للاسف الوقت سرقنا ولا كنا مستمتعين وياك فنان. احنا بعد والله مستمتعين معاكم ابو شهري. عندي سؤال صغير بس قبل ما تجي تجاجيك خلاص لك واحد ان شاء الله ملك الاناقه والتلفزيون. ابراهيم يعطيك الف عافيه، بدعت. شنو جديدك ابراهيم ان شاء الله؟ والله في سناقل في سنجل يعقوب ناطرها. انا سنجل في سنجل لا شنو انت سنجل؟ انت ناطر سنجل وين؟ في اغنيه جديده يعقوب ناطرها ان شاء الله راح تنزل قريب واي قويه وعقبها هم في يعني في سناقل يعني يعقوب يسمع الاغاني قبل الكل ها؟ احنا لا ابراهيم يجيب بالديوانيه، قلت له غنيها بالديوانيه، نقول له لا اي هذه راح تضرب ناخذ راي بعض دائما. ففي وايد سناقل قدام موجودين ان شاء الله يعني قاعدين نحاول، قلت لك الميني البوم ان شاء الله بعد هم قيد التحضير، وان شاء الله يعني يمكن اسحب معاي يعقوب بكليب ما تدرون
بالعكس شيء حلو والله. جميل. عسى الله يعني بحرجك على الهواء وهم لا. مو كيفه يا ما شفت تلاقونا معاي بكلب. ان شاء الله يعطيك العافيه ابراهيم دشتي. الله يعافيك. شرفنا فيك الليله وايضا يعقوب. زيدنا شرف. شكرا يعطيكم العافيه على الاستضافه الطيبه. نشكر جزيل الكويت اللي اعطانا هذه المساحه لان احنا نقدر نشارك متابعينا عن طريق شاشة تلفزيون الكويت. يعطيكم العافية. شاشة تلفزيون الكويت تنور فيكم. تنور فيكم انت. يعطيكم العافية. كان هذا لقاء جميل وسهرتنا مشاهدينا في الكويت في حلقة مميزة. ابراهيم دشتي يهدي الجو، يعقوب يشعللها شوي، فتشرفنا هذه الليلة ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله. نلقاكم ان شاء الله الأسبوع الجاي في ليالي الكويت.